استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر الشيخ حمد هذا اليوم صاحب المعالي السيد داتو سيري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة بمناسبة زيارته للمملكة، حيث رحب جلالة الملك المفدى بضيف البلاد الكريم، وبعد ذلك صافح جلالته أعضاء الوفد المرافق لرئيس وزراء ماليزيا، فيما صافح معالي رئيس الوزراء الماليزي كبار المسؤولين من الجانب البحريني. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور، الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، معالي السيد داتو سيري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا، أصحاب السمو ضيوفنا الكرام، إن الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى ماليزيا بداية هذا العام جسدت العلاقات الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين وماليزيا. ويسعدني في هذا اليوم أن نرحب بسعادة رئيس الوزراء معالي السيد داتو سيري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق والوفد المرافق إلى البحرين لزيادة روابط الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين
وقد خطت ماليزيا خطوات كبيرة في مختلف المجالات برئاسة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، حيث أصبحت نموذجا لدول أخرى للاستفادة من ذلك في التنمية والتقدم. إن هذا النجاح لم يكن ليحدث لولا سياسات الانفتاح التي انتهجتها الحكومة الماليزية، إضافة إلى مساهمتها في السلم والأمن الدولية. وقد أمر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتقليد رئيس وزراء ماليزيا وسام النهضة تقديرا لجهوده وإنجازاته المتميزة. إضافة إلى ذلك، فإن مملكة البحرين تفخر بعلاقات الصداقة لوزير الدفاع هشام الدين بن حسين، الذي قام بالعديد من الجهود في دعم علاقات التعاون بين البلدين. وتقديرا لذلك، فإن الوزير سيتلقى وسام البحرين من الدرجة الأولى. وتقديرا من جلالة الملك المفدى لدور معالي رئيس وزراء ماليزيا في الارتقاء بعلاقات البلدين الشقيقين وما تحقق من انجازات هامة بفضل قيادته الرشيدة، فقد قلده جلالته حفظه الله وسام نهضة الملك حمد من الدرجة الأولى. كما قلد جلالة الملك المفدى سعادة السيد هشام الدين حسين وزير الدفاع الماليزي وسام البحرين من الدرجة الأولى، تقديرا لعلاقات الصداقة التي تربطه بالبحرين وجهوده في توطيد التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي. وعقد صاحب الجلالة الملك المفدى اجتماعا مع معالي رئيس الوزراء الماليزي، حيث نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا وتمنياته الطيبة لشعب البحرين بالمزيد من التقدم والرخاء، فيما كلفه الملك المفدى بنقل تحياته وتمنياته لجلالة ملك ماليزيا ولشعبها الشقيق دوام الازدهار والرقي. وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين من الجانبين البحريني والماليزي استعراض مجمل العلاقات الثنائية الوطيدة في شتى المجالات والخطوات التي تسهم في تعزيزها. وأكد جلالته أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي تأتي امتدادا للزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين التي تجسد رغبتهما في تطوير أسس التعاون المشترك بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين، معربا جلالته عن تقديره لجهود رئيس وزراء ماليزيا ودوره البناء في دعم وتفعيل أطر التعاون المشترك وسعيه المتواصل تجاه ترسيخ الصلات والروابط المتميزة مع مملكة البحرين. فيما أعرب الضيف الكريم عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على ما لقيه من حفاوة بالغة وكرم ضيافة، متطلعا في أن تسهم زيارته في توطيد علاقات البلدين في كافة القطاعات الحيوية. وأشاد الجانبان بالمستوى المتنامي في مسار العلاقات البحرينية الماليزية وبما تحقق من تقدم ملحوظ على صعيد التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال، وأكد أهمية مواصلة تعزيز آفاق التعاون خاصة فيما يتعلق بالجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والاستفادة من خبرات وإمكانات البلدين في دعم المشاريع والبرامج التنموية المشتركة. وأثنى العاهل المفدى على النتائج الإيجابية للمباحثات التي أجراها مع صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا ومعالي السيد داتو سيري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى ماليزيا، مشيدا بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال تلك الزيارة والتي فتحت آفاقا جديدة من العمل المشترك وشكلت دفعة قوية للعلاقات التاريخية الوثيقة. كما أعرب جلالته عن اعتزازه بما يجمع البلدين المسلمين من ثقافة متقاربة قوامها الدين الإسلامي الحنيف والتراث الثقافي والحضاري المشترك. كما أشاد جلالته بما حققته ماليزيا من إنجازات هامة في كافة المجالات جعلت منها نموذجا تحتذى به تحتذي به بقية دول العالم في سعيها للتطوير والتنمية، وعززت من مكانتها كدولة رائدة على الصعيد الآسيوي والعالمي، منوها بإسهاماتها في خدمة القضايا الإسلامية وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي. من جانبه أثنى معالي رئيس وزراء ماليزيا على جهود جلالة الملك المفدى ودعمه المتواصل لتطوير علاقات الصداقة وأواصر التعاون مع بلاده، مشيدا بالنمو والتطور الذي تشهده البحرين والتي أصبحت بفضل قيادة جلالة الملك دولة عصرية حديثة تتمتع بمكانة رفيعة وسمعة عالية على المستويين الإقليمي والدولي،
كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية بما فيها القضايا التي تهم العالم الإسلامي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على مواقف البلدين الداعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية. وقد أقام حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى مأدبة عشاء تكريما لمعالي رئيس وزراء ماليزيا والوفد المرافق.